السلام خوتي دريساتكم فيديو جديد ان شاء الله. فيديو ديالنا واللي ما شاء الله مع الدرس ماق قبل الاخير في ماده ديال التاريخ واللي هو خوتي نظام الحمايه بالمغرب والاستغلال الاستعماري. هذا خوتي كما قلت لكم راه الدرس ماق قبل الاخير عندنا في المقرر ديال التاريخ هو داخل يا خوتي في ذوك المجموعه ديال الدروس اللي خاصين بالمغرب. تلاميذ خوتي اللي كيخدموا امتحانات جهويه من دابا وكيوجدوا الامتحان الجهوي عارفين بان هذا الدرس هذا ديال نظام الحمايه بالمغرب هو واحد من اهم الدروس واكثر الدروس اللي كتحطوا في الموضوع المقالي في التاريخ. حيت اخوتي كاع دوك الدروس اللي خاصين بالمغرب هما الدروس اللي كيركزوا عليهم اخوتي في الامتحان الجهوي وكتحطوا لكم في الموضوع المقالي. كنا حنا راه ديجا بدينا هاد الدروس الخاصه حول المغرب مع الدرس الاولاني اللي خاص ليه بالمغرب اللي هو اخوتي الضغوطات الاستعماريه على المغرب والمحاولات الاصلاح. وهذا اخوتي راه الدرس الثاني اللي هو التتمه ديال هاد الدروس الخاصه بالمغرب واللي هو اخوتي نظام الحمايه بالمغرب والاستغلال الاستعماري. ومن خلال العنوان ديالو اخوتي في هاد الدرس هذا غادي نتعرفوا على الظروف التي ادت الى فرض الحمايه على المغرب من طرف فرنسا واسبانيا. احنا في الدرس اللي فات عرفنا بانهم الدول الاوروبيه كانت عندها اطماع في المغرب وكل دوله باغا تحصل على المغرب. بقى هاد التنافس اخوتي بين الدول الاوروبيه ولكن كيف تم فرض الحمايه على المغرب؟ كيفاش حصلت فرنسا واسبانيا على المغرب وفرضات عليه الحمايه ديالها؟ الدرس اخوتي ديالي راه فيه اربعه ديال الفقرات كيكونوا عندي في الاطار المرجعي. كل فقره مهمه وكل فقره من هاد الفقرات باربعه خاصني نضبطها ضروري نضبطها لان كل فقره اخوتي من هادو كتحط ليها في الموضوع المقالي نهار الامتحان الجهوي. ومع الفقره الاولانيه اخوتي واللي هي الفقره الخاصه بظروف فرض الحمايه على المغرب والمضمون ديال هاد الحمايه هادي. الفقره اخوتي الاولانيه غنتعرفوا فيها على شنو هما الظروف الداخليه والخارجيه التي ادت الى فرض الحمايه على المغرب. اما اخوتي في المرحله الثانيه فغنهضروا فيها على المراحل ديال فرض الحمايه على المغرب. كما كنعرفوا اخوتي انه فرنسا واسبانيا ما قدراتش تفرض السيطره ديالها على المغرب بسهوله. الشيء اللي خلى اخوتي انه الاحتلال يتم عبر عده مراحل غنتعرفوا عليهم في الفقره الثانيه. اما في الفقره الثالثه اخوتي فغنتعرفوا فيها على المقاومات المسلحه اللي كانت اخوتي في مختلف ربوع المملكه اللي قاوموا من خلال المغاربه الاستعمار الاسباني والفرنسي. اما الفقره الرابعه اخوتي والاخيره فغندويو فيها على الاستغلال الاستعماري اللي نهجته اسبانيا وفرنسا على المغرب. نبداو اخوتي بالفقره الاولانيه كما قلنا وهي الفقره الخاصه بظروف فرض الحمايه على المغرب والمضامين ديال هذه الحمايه هذه. وكما قلنا اخوتي باش تفرض الحمايه على المغرب كانوا هناك جوج ديال الظروف. كان هناك ظروف خارجيه وهناك اخوتي ظروف داخليه ديال البلاد. بالنسبه اخوتي الظروف الخارجيه كما كنعرفوا اخوتي راه المغرب كان مطمع للقوى الاستعماريه العظمى. انت اخوتي كتنافس حول المغرب خمسه ديال الدول فرنسا اسبانيا ايطاليا بريطانيا ايطاليا وكل دوله اخوتي من هادو كانت باغي تحصل على المغرب. وبيان سي اخوتي الدول غتولي دير بيناتها اتفاقيات. مثلا اخوتي كالاتفاق بين فرنسا وايطاليا انه ايطاليا تحصل على ليبيا في مقابل انه فرنسا تحصل على المغرب. حنا حيدنا اخوتي ايطاليا بقات ليا بريطانيا. فبريطانيا اخوتي غدير واحد الاتفاق ودي مع فرنسا بحيث انه بريطانيا غتحصل على مصر في مقابل انه فرنسا تحصل على المغرب. واخيرا اخوتي غيكون الاتفاق بين فرنسا واسبانيا حول تقسيم المغرب. العامل الثاني الخارجي توقيع الدول الاوروبيه عده اتفاقيات ولكن اخوتي كان اشهر اتفاق هو مؤتمر الجزيره الخضراء. المؤتمر اخوتي اللي حضراته 12 دوله اوروبيه وحضروا الرئيس الامريكي وممثل من المغرب كان اخوتي حول المغرب من اجل تقسيم المغرب بين اسبانيا وفرنسا. اذا اخوتي كما قلنا العوامل الخارجيه اخوتي راهم جوج. العامل الاول هو تنافس القوى الاستعماريه حول المغرب. اما العامل الثاني هو توقيع الدول الاوروبيه عده اتفاقيات حول المغرب. والعامل اخوتي الثالث والاخير فقبل فرض الحمايه. فرض الحمايه اخوتي اللي كان في 30 مارس 1912 قبل هذا الفرض الحمايه هذا اصلا فرنسا قامت باحتلال عده مدن في المغرب اللي بيناتهم اخوتي كانت وجده والدار البيضاء اللي كانوا في 1907 واخيرا اخوتي الرباط اللي كان في 1911. اذا اخوتي كما قلنا كاين هناك ثلاث عوامل خارجيه التي ادت الى فرض الحمايه على المغرب. العامل الاول اخوتي هو انه اصلا هناك تنافس بين قوى استعماريه حول المغرب. العامل الثاني اخوتي هو توقيع الدول الاوروبيه عده اتفاقيات حول المغرب. والعامل الثالث هو احتلال فرنسا لعده مدن في المغرب كما قلنا اخوتي وجده والدار البيضاء في 1907 والرباط كان في 1911. دوزو دابا اخوتي العوامل الداخليه اللي كانوا عندنا وسط البلاد اللي ادوا الى فرض الحمايه على المغرب. هنا اخوتي في اخر درس كان اخوتي هو الضغوطات الاستعماريه حول المغرب ومحاوله الاصلاح. درس اخوتي اللي كندوزو في الدوره الاولى واللي ديجا شرحت لكم اخوتي في الدوره الاولى. اذا المغرب اخوتي ملي كان كيتعرض للضغوطات الاستعماريه دار مجموعه ديال الاصلاحات في مجموعه ديال الميادين. ولكن اخوتي كما درنا في الدرس الاخير هذه الاصلاحات كلها باءت بالفشل. كان اخوتي العامل الداخلي الاول اللي عندنا وهو فشل الاصلاحات التي قام بها المغرب. ثاني عامل اخوتي وهو انه في هذه الفتره في المغرب عرف المغرب انتشار مجموعه من الكوارث سواء الجفاف ولا الجراد ولا المجاعه ولا انتشار ديال الاوبئه. اذا اخوتي العامل الداخلي الاول اللي قلنا وهو فشل الاصلاحات التي قام بها المغرب. العامل الثاني اخوتي وهو انتشار الكوارث الطبيعيه. العامل الثالث اخوتي وهذا عامل مهم بزاف وهو تدهور الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه وسط المغرب في هذه الفتره هذه بحيث ان الدين الخارجي ديال المغرب تزاد بواحد الوتيره كبيره. زائد انه اخوتي المحميين ما كانوش كيبغيو يديو الضرائب للدوله. كلما اخوتي المحميين هادو هما مواطنين مغاربه مفروض انهم يعطيو الضريبه للدوله لكن كينوض اخوتي كيشيلوا الحمايه ديالهم من عند القوى الاستعماريه باش يبقاوش يديو اخوتي الضرائب للمغرب وانما كيوليو كيديهم لهاد القوى الاستعماريه هاد. ولكن اخوتي اهم عامل داخلي عندنا في فرض الحمايه على المغرب هو انتشار مجموعه ديال التمردات وسط من المغرب في هذه الفتره هذه. واشهر تمرد فيها اخوتي وهو ثوره بوحماره اللي دامت اخوتي من 1902 حتى 1909. دابا اخوتي مزيان عرفنا انه هناك عوامل خارجيه عوامل داخليه ادت الى فرض الحمايه على المغرب. ولكن كيفاش تم فرض الحمايه على المغرب؟ ضروري تركز معايا اخوتي هنا مزيان نبغيك تشارك بهذه المراحل هذو عند القسم لان اخوتي العامل الاساسي ديال فرض الحمايه على المغرب هما هذه المراحل هذو.
الاول اخوتي كان عندنا السلطان الحسن الاول خارج في رحله مع الجيش ديالو، لكن اخوتي اثناء هذه الرحله هذه تشوف فيها السلطان الحسن الاول فناض الحاجب الملكي اللي هو بحماد اللي كان مكلف بالقصر الملكي خفى الوفاه ديال الحسن الاول، بقى مخبي اخوتي هذه الوفاه هذا توصلوا للقصر الملكي. اللي وصلوا اخوتي القصر الملكي قام تعيين اصغر ابن عنده اللي هو مولاي عبد العزيز اللي كان السن ديالو اخوتي ديك الساعه فقط 14 سنه، قام تعيينه اخوتي كخليفه للسلطان الاب ديالو اللي هو الحسن الاول. كما قلنا اخوتي في الاول لانه تم توقيع عده اتفاقيات حول المغرب واشهرها كان مؤتمر الجزيره الخضراء، فالسلطان الحسن الاول في هذه الفتره هذه بسبب الضغوطات الخارجيه اضطر انه يعترف بهذ المقتضيات ديال مؤتمر الجزيره الخضراء. العلماء اخوتي والشيوخ في هذه الفتره هذه رفضوا هذا الشيء هذا وقاموا بعزل السلطان ومبايعه الاخ ديالو اللي هو مولاي الحفيظ. الائمه والشيوخ اخوتي ورجال الدين في هذه الفتره هذه بايعوا مولاي الحفيظ باش يتصدى اخوتي للضغوطات اللي كيتعرض لها المغرب، لكن اخوتي هو الاخر بسبب الضغوطات الفرنسيه اضطر حتى هو اخوتي يعترف بالديون الخارجيه وبالقروض المفروضه على المغرب. شي اخوتي اللي ما عجبش المغاربه وحاوطوا القصر الملكي بفعل. هنا اخوتي هو يدخل الجيش الفرنسي دعوى انه باغي يحمي السلطان وغيفرض على السلطان في هذه الفتره هذه 30 مارس 1912 انه يستدعي على الوثيقه ديال فرض الحمايه من طرف فرنسا على المغرب. هذا اخوتي كانوا هما ظروف ديال فرض الحمايه على المغرب. بكل اختصار كما قلنا اخوتي مولاي عبد العزيز ما اقر بمقتضيات مؤتمر الجزيره الخضراء، قال الائمه والشيوخ والعلماء بعزل السلطان ومبايعه الاخ ديالو مولاي الحفيظ. مولاي الحفيظ ما بغاش يعترف به فرنسا ومارسات عليه مجموعه ديال الضغوطات كيعترف بالديون الخارجيه. مور ما اعترف اخوتي بالديون الخارجيه المغاربه رفضوا هذا الشيء هذا وقاموا بمحاوطه القصر ديال فاس، الشيء اللي ادى انه الجيش الفرنسي دخل بدعوى انه باغي يحمي السلطان، ولكن ملي دخل فرض على السلطان انه يسني على الوثيقه ديال الحمايه. كما قلنا اخوتي كانت في 30 مارس 1912. هذا اخوتي غيقودنا للفقره التاليه وهي بنود ديال معاهده الحمايه. هما اربعه ديال البنود اخوتي ضروري نلقاهم عندكم في الموضوع المقال. اول بند اخوتي واهم بند وهو تقسيم المغرب الى منطقتين، الوسط اخوتي كان كيتسمى بالاقامه العامه وكانت كتحكمه فرنسا، بينما الشمال والجنوب كانت كتحكمه اسبانيا. الحين اخوتي بقاو على طنجه كمنطقه دوليه. اذا اول بند اخوتي وهو تقسيم المغرب، البند الثاني اخوتي وهو تعيين مقيم عام فرنسي بالمغرب، والبند الثالث اخوتي وهو حراسه فرنسا للحدود المغربيه والتراب المغربي سواء البر ديالو سواء البحر ديالو. واخيرا اخوتي البند الرابع والمهم بزاف هو انه فرنسا تلتزم باصلاحات بالمغرب. اذا اخوتي اربعه ديال البنود، البند الاول وهو تقسيم المغرب، البند الثاني تعيين مقيم عام بالمغرب، البند الثالث حراسه فرنسا للحدود المغربيه البريه والبحريه، والبند الاخير اخوتي وهو تعاود فرنسا بالقيام بمجموعه من الاصلاحات في مجموعه ديال الميادين. دي طيت معكم مزيان اخوتي هذه الفقرات هادو كما لاحظتوا ماشي كما الدروس اللي فاتوا، هذا اخوتي راه اكثر درس في الموضوع المقال عليه هذه طيت معكم بزاف. المهم فينا اخوتي وكالعاده غنديروا ملخص ديال الدرس هذا عاد نمروا من وراء الفقره التاليه وهي مراحل ديال فرض الاحتلال والاستعمار على المغرب. نبداو على مولانا اخوتي، نبداو على مولانا ان شاء الله مع الملخص ديال الدرس ديالنا ديال نظام الحمايه بالمغرب والاستغلال الاستعماري. حنا اخوتي الفقره الاولانيه وهي ظروف فرض الحمايه على المغرب ومضمونها. كما مولفينا اخوتي وكالعاده غنديروا ملخص ديال هذه الفقره هذه عاد نكملوا الفقره الثانيه ان شاء الله. كما شحنا اخوتي بالنسبه لهذه الفقره هذه راه منقسمه براسها لجوج فقرات. الفقره الاولى قلنا غنتعرفوا اخوتي على شنو هي ظروف فرض الحمايه اللي قسمناهم جوج، ظروف خارجيه وظروف داخليه. وفي الفقره الثانيه اخوتي غنتعرفوا فيها على شنو هما المضمون ديال هذه الحمايه هذه. نبداو اخوتي كما قلنا مع ظروف فرض الحمايه اللي شرحناهم، كما قلنا اخوتي كاين هناك ظروف خارجيه وظروف داخليه. الظروف الخارجيه كنا قلنا ثلاثه ديال الظروف. قلنا الاولى اخوتي وهو تنافس مجموعه من القوى الاستعماريه حول المغرب اللي قلنا اخوتي هما خمس دول، فرنسا اسبانيا المانيا بريطانيا وايطاليا. وقلنا الثانيه اخوتي وهو توقيع مجموعه من الدول الاوروبيه اتفاقيات حول المغرب اشهرها مؤتمر الجزيره الخضراء. واخيرا اخوتي احتلال فرنسا لمجموعه من المدن المغربيه وجده والدار البيضاء في 1907 والرباط في 1911. اذا اخوتي نقلوا هذا الملخص هذا. إذن أخوتي كما قلنا بالنسبة للظروف قسمين هما أخوتي جوج، قلنا الظروف الخارجية وتنافس مجموعة من القوى الاستعمارية حول المغرب اللي هي فرنسا إسبانيا ألمانيا إيطاليا وبريطانيا. في حاجة أخوتي قلنا وهي توقيع الدول الأوروبية عدة اتفاقيات حول المغرب أشهرها أخوتي ومؤتمر الجزيرة الخضراء. والثالثة أخوتي هو احتلال فرنسا لعدة مدن مغربية، مدينة وجدة أخوتي والدار البيضاء اللي كانوا في 1907، مدينة الرباط اللي كانت في 1911. ولكن هناك أخوتي الظروف الداخلية اللي مدخلة فيهم أخوتي البلاد، وكما شرحناهم مزيان أخوتي غنديروا لهم الملخص ديالهم حتى هما. يا مولانا أخوتي اذا اخوتي كما قلنا بالنسبه للظروف الداخليه لفرض الحمايه على المغرب، باش حنا اخوتي في لا فيديو قلنا في الاول كاين عندنا فشل الاصلاحات التي قام بها المغرب. ثاني حاجه اخوتي تدهور الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه بالمغرب من بيناتهم تزايد الديون الخارجيه. ايضا اخوتي عندنا انتشار الكوارث الطبيعيه اللي كانت فيها الجفاف والجراد والمجاعه. ولكن اخوتي كما قلت لكم من اهم العوامل الداخليه التي ادت الى فرض الحمايه على المغرب وهو انتشار التمردات اشهرها كانت ثوره بوحماره اللي دامت اخوتي من 1902 حتى 1909. والظروف اخوتي ديال فرض الحمايه كما شرحت لكم اخوتي قبيله القصه كتبدا من الحسن الاول اللي كان خارج هو والجيش ديالو
وتوفي في الطريق. الحاجب الملكي اخوتي بحماد خبل وفاس ديال الحسن الاول، توصل القصر الملكي اخوتي وتما كاينه عطى السلطه لابن ديالو الاصغر اللي هو مولاي عبد العزيز، اللي كان السن ديالو اختي ديك الساعه كما قلنا فقط 14 سنه. هاد مولاي عبد العزيز هذا تدخل الضغوطات الدوليه وقام اختي بالاعتراف بمقتضيات الجزيره الخضراء، بما ادى اختي الى عزل السلطان عبد العزيز على اقراره بمقتضيات الجزيره الخضراء ومبايعه اخيه مولاي الحفيظ. هو الاخر اختي استسلم للضغوطات الفرنسيه واعترف بالديون والقروض الخارجيه. هادشي اللي خلى اختي المغاربه يحاوطوا القصر الملكي بمدينه فاس. فتدخل اختي الجيش الفرنسي بدعوى حمايه السلطان، ولكنه قام باجباره على توقيع معاهده الحمايه اللي كانت اختي في 30 مارس 1912. هادشي اختي شرحناه مزيان وقلنا اختي البنود ديال الحمايه هما اربعه ديال البنود اللي انا مطالب بهم. نقلوا اختي البنود ديالنا ونمروا من وراها لشان الفقره الثانيه ديال الدرس ديالنا. اختي كما قلنا بالنسبه للفقره الثانيه وهي بنود معاهده الحمايه، قلنا اختي اول حاجه هو تقسيم المغرب بين فرنسا. فرنسا حصلت اختي على الجزء الاوسط اللي كيتسمى اختي بالاقامه العامه، اما اسبانيا فحصلت على الشمال والجنوب ديال المغرب. غيبقى اختي على طنجه كمنطقه دوليه. الحاجه الثانيه اختي وهي تعيين فرنسا مقيما عاما بالمغرب، اختي وانه فرنسا تكلف بالحراسه ديال المغرب برا وبحرا. واخيرا اختي عندي التزام فرنسا بالاصلاحات النافعه للمغاربه، يعني انه فرنسا تلتزم المغرب اصلاحات في كاع المجالات ديالو. دابا اختي هذه كانت هي الفقره الاولانيه ديال الدرس ديالنا واللي هي ظروف فرض الحمايه على المغرب ومضمونها. لاحظتي اختي دي طايتها مزيان باعتبار انها كتحط بزاف الموضوع المقالي باش تلقى اختي باش تعمر الموضوع المقالي ديالك. اختي غنمروا للفقره الثانيه ديال الدرس ديالنا اللي هي اختي مراحل الاحتلال ديال المغرب. شرحوا اختي تاهي مزيان ونديروا لها ملخص ديالها. الا مولانا اختي مروه درنا الفقره الاولانيه وهي ظروف فرض الحمايه على المغرب وبنود ديال هذه الحمايه هذه. المره اختي دابا الفقره الثانيه وهي مراحل ديال فرض الاحتلال على المغرب. كما كنعرفوا اختي تم فرض الحمايه على المغرب في 30 مارس 1912 بقى اختي المغرب من 1912 حتى 1956 عاد حصل على الاستقلال ديالو، ولكن هنا فرنسا ما قدرت تفرض السيطره ديالها على المغرب التراب المغربي كامل حتى 1934. كيبان لك من 1912 حتى 1934 يلا قدرت فرنسا تفرض السيطره ديالها على كامل التراب المغربي. السؤال هو علاش؟ الجواب هو المقاومه المغاربه. دي النص ديال المده ديال فرض الحمايه على المغرب، النص ديال المده دوزتها فرنسا فقط مع المقاومه. هذه المقاومه اختي اللي كانت في مختلف مناطق المغرب اللي غنتعرفوا عليها اختي في الفقره الثالثه، ولكن في الفقره الثانيه غنتعرفوا فقط على المراحل اللي مر منها الجيش الفرنسي الجيش الاسباني باش يفرضوا السيطره ديالهم على المغرب. كنعرفوا اختي احتلال اختي بدا قبل من فرض الحمايه، يعني قبل من 1912. قبل 1912 اختي كما شرحت لكم في الفقره الاولانيه فرنسا اصلا احتلت اربعه ديال المدن المغربيه اللي هما اختي وجده، فاس، الرباط والدار البيضاء. قبل 1912 احتلال فرنسا لوجده، الدار البيضاء، الرباط وفاس. دور اختي فرض الحمايه يعني عامين من 1912 الى 1914. هنا فرنسا اختي فرضت السيطره ديالها على الوسط ديال البلاد يعني من تازل مراكش. اذا اختي كما قلنا قبل 1912 احتلال اربع مدن مغربيه، 1912 1914 احتلال وسط البلاد، من وراها اختي ست سنين يعني من 1914 الى 1920 احتلال فرنسا الاطلس المتوسط، ومن وراها عاوتاني ست سنين اخرى عاوتاني يعني من 1920 حتى 1926 احتلال اسبانيا المنطقه ديال الريف في الشمال. اخيرا اختي من 1926 حتى 1934 اللي هي تاريخ المقاومه انتهاء المقاومه المسلحه احتلال فرنسا واسبانيا المناطق الجنوبيه والجنوب الشرقي ديال البلاد. كان خمسه ديال التواريخ اخوتي ساهلين، قلنا قبل 1912 احتلال فرنسا لوجده وفاس والدار البيضاء والرباط، بين 1912 و 1914 احتلال الوسط ديال البلاد من تازل مراكش، من وراها اخوتي ست سنين يعني من 1914 الى 1920 احتلال فرنسا الاطلس المتوسط، من وراها اخوتي ست سنين اخرى يعني من 1920 حتى 1926 احتلال اسبانيا المنطقه الريف، من وراها اخوتي من 1926 حتى 1934 واللي هي الفتره ديال انتهاء المقاومه المسلحه احتلال فرنسا واسبانيا المناطق ديال الجنوب والجنوب الشرقي ديال البلاد. وهادو اخوتي هما الفترات ومراحل ديال احتلال المغرب. كما قلت لكم اخوتي الطول ديال المده ديال الاحتلال راجع المقاومه المسلحه ديال قبائل المغرب. اخوتي كما ولفين نقلوا ملخص ديال هذه الفقره هذه عاد نمروا للفقره الثالثه اللي غتعرفوا فيها اخوتي على هذه المقاومات المسلحه. على مولانا اختي المره في الفقره الثانيه ديال الدرس ديالها وهي مراحل الاحتلال ديال المغرب. المراحل اختي ديال الاحتلال ديال المغرب كنعرفوا ان الحمايه اختي دات من 1912 واستمرت تاخذ المغرب الاستقلال ديالو في 1956، ولكن النص ديال هذه المده هذه يعني من 1912 حتى 1934 الله قدرت فرنسا واسبانيا انهم يفرضوا السلطه ديالهم على كافه التراب المغربي. هذا اختي راجع لسبب واحد اللي خلى انه المده ديال الاحتلال تاخذ اكثر من النص ديالها باش يلاه تفرض اسبانيا وفرنسا السيطره ديالهم هو المقاومه ديال المغاربه جميع ربوع البلاد. شي اختي كما قلنا علاش الفقره الثانيه كتقول لي انه الاحتلال ديال المغرب خدا عده مراحل. كما شرحناهم اختي مزيان في لا فيديو غنكتبهم هنايا ونعاود نشرحهم اختي مره اخرى. على مولانا
تينا اختي كما قلنا بالنسبه لمراحل الاحتلال ديال المغرب بعد الحمايه اختي بقات من 1912 تاخذ المغرب الاستقلال ديالو في 1956 ولكن ما قدرات اختي فرنسا واسبانيا يساليو فرض السيطره ديالهم حتى 1934 يعني النص ديال المده دوزاتها فرنسا واسبانيا بقات مع المقاومه باش تقدر تفرض السيطره ديالها كما كنقولوا اختي كان قبل 1912 كما قلنا اختي في الظروف الخارجيه اصلا كانت فرنسا احتلت مدينه وجده والدار البيضاء والرباط وفاس من ورا اختي عامين من ورا الحمايه يعني من 1912 1914 احتلال فرنسا وسط البلاد يعني اختي من تازات المراكش من ورا اختي 6 سنين يعني من 1914 1920 احتلال فرنسا للاطلس المتوسط ومن ورا عاوتاني 6 سنين اخرى من 1920 حتى 1926 احتلال اسبانيا منطقه الريف واخيرا اختي من 31 حتى 34 احتلال فرنسا واسبانيا مناطق الجنوب والجنوب الشرقي قلنا اختي التاخر ديال هذا الاحتلال هذا جاء نتيجه اختي المقاومه المغاربه اذا نقول اختي هنا تاخر الاحتلال بسبب المقاومه المسلحه هذا اخوتي كانت هي الفقره الثانيه ديالنا في الدرس ديالنا بقاو جوج ديال الفقرات ساهلين الفقره الثالثه اخوتي غنعرفوا علاش تاخر الاحتلال ديال المغرب كما قلنا كانوا هناك مجموعه ديال المقاومات غنديطيو اخوتي هاد المقاومات مزيان عاد نديروا لهم الملخص ديالهم وكالعاده على مولانا كما قلنا اخوتي فرنسا باش تفرض السيطره ديالها على المغرب من 1912 حتى 1934 عاد قدرت تفرض السيطره ديالها على المغرب وقلنا السبب الرئيسي في هذا وهو المقاومه المسلحه واللي كانت اخوتي في مختلف المناطق ديال المغرب هنا اخوتي باش نسهل عليكم هذه القضيه ديال تعقلوا على المقاومه المسلحه في المغرب وتقدروا تكتبوها اخوتي في موضوع المقالي نهار الامتحان الجهوي واننا اخوتي غنقسموا هذه المقاومه هذه على اربعه المناطق اربعه المناطق اخوتي اللي عندنا اساسيه في الامتحان الجهوي كان عندنا اخوتي المقاومه ديال الريف المقاومه ديال الاطلس المتوسط المقاومه ديال الاطلس الكبير والمقاومه ديال القبائل الصحراويه اربعه ديال المناطق في المغرب اخوتي اللي غنعقل على المقاومه ديالهم غنبداو اخوتي في الاول بالمقاومه ديال الريف والغني عن التعريف اخوتي في هذه المقاومه ديال الريف هو المقاوم عبد الكريم الخطابي هذه المقاومه اخوتي عبد الكريم الخطابي اللي تمكن انه يهزم الاسبان المعركه ديال انوال 1921 وكلف الجيش الاسباني اخوتي خسائر كبيره ما استسلم كنأكد الكلمه اخوتي على استسلم وليس انهزم فقط بسبب انه الاسبان بداو كيستعملوا اخوتي الغازات الكيماويه في الحرب ديالو بداو كيقصفوا المغاربه بغازات كيماويه فعبد الكريم الخطابي خاف على المغاربه في هذه الفتره هذه واضطر انه يسلم راسو حيت خاف على المغاربه اخوتي من هذه الاسلحه ديال الدمار الشامل او الغازات الكيماويه اللي استعملت في هذه الفتره هذه اذا اخوتي في المناطق ديال الريف عندنا عبد الكريم الخطابي اللي هزم الاسبان اخوتي في معركه انوال 1921 غنهبطوا اخوتي شويه لتحت وغنمشيو للاطلس المتوسط عندنا عاوتاني المقاوم الغني على التعريف وهو موحى حموز زياني موحى حموز زياني اخوتي اللي هزم الجيش الفرنسي في المعركه ديال الهري 1914 حيت منه عاوتاني اخوتي في الاطلس الكبير كان عندي اخوتي المقاوم عسو وبسلام هذه المقاومه اخوتي اللي قاد واحد المقاومه شرسه الاطلس كبير حتى استسلم اخوتي في معركه بوكافر 1933 كان سبب الاستسلام ديالو هو انه تقادت ليه العده ديال الجاهزيه ديالو الاسلحه والموارد اخوتي ما بقاوش عنده اخيرا اخوتي عندنا الجنوب اللي هما القبائل الصحراويه اللي كان عندي فيها اخوتي الشيخ الغني عن التعريف اللي هو الشيخ ماء العينين اللي قاد المقاومه اخوتي في الجنوب توفى في 1910 باش يكمل من وراء اخوتي الابن ديالو احمد الهيبه المقاومه ديالو قام بتحرير مناطق الجنوب قتل اخوتي نحو الشمال توصل المراق وقام ايضا بتحرير مراق ولكن اخوتي مع العتاد القليل اللي كان عنده المؤونه القليله هزم امام الجيش الفرنسي في معركه سيدي بوعثمان 1912 اذا اخوتي كما قلنا كان هناك اربعه ديال المناطق اللي كان فيهم المقاومه هناك اخوتي الريف كان فيهم عبد الكريم الخطابي الاطلس المتوسط اخوتي كان فيهم موحى وحموز زياني الاطلس الكبير اخوتي كان فيهم عسو وبسلام كان اخوتي مناطق الجنوب اللي كان فيهم احمد الهيبه اللي هو الابن ديال الشيخ ماء العينين اخوتي كما مولفين كالعاده غنقلوا اخوتي ملخص ديال هادشي هذا عاد نكملوا الدرس ديالنا مع اخر فقره اللي هي فقره صغيره وسهله واللي هي الاستغلال الاستعماري بالمغرب على مولانا الو اختي كما قلنا بالنسبه للمقاومات اسهل طريقه باش نعقل عليهم اخوتي وهي الخريطه ديال المغرب هنا اخوتي غنقسموا هذه المقاومات اخوتي على اربع مناطق في المغرب هناك اخوتي في الشمال كان عندنا مناطق ديال الريف كما قلنا كاين فيهم اخوتي عبد الكريم الخطابي عندنا اخوتي الاطلس المتوسط وعندي الاطلس الكبير وعندي هنا المناطق ديال الجنوب او القبائل ديال الجنوب كما قلنا اخوتي بالنسبه للشمال ديال المغرب في المناطق ديال الريف اخوتي تعرفات بالمقاومه ديال عبد الكريم الخطابي كما قلنا اخوتي انتصر على الاسبان في معركه ديال انوال 1921 بس لما اخوتي كما قلنا استعملت فرنسا واسبانيا المواد الكيماويه يسمى اخوتي بالاسلحه ديال الدمار الشامل على المغاربه اخوتي اذا نقول هنا بكل اختصار ان اخوتي هنا في الريف عرفات المقاومه ديال عبد الكريم الخطابي كما قلنا اخوتي بالنسبه للاولانيه المقاومه الاولانيه مقاومه الريف اللي تزعمها محمد عبد الكريم الخطابي وكما قلنا اخوتي هزم الاسبان في معركه انوال سنه 1921 تحت منها اخوتي عندي الاطلس المتوسط تعرف فيها اخوتي موحى وحموز زياني اللي غلب الفرنسيين المعركه ديال الهري الشهيره اذا كما قلنا اخوتي بالنسبه للاطلس المتوسط تعرف فيها موحى وحموز زياني اللي هزم اخوتي الفرنسيين في معركه الهري سنه 1914 من ورا اخوتي عندي المقاومه ديال الاطلس الكبير اللي تعرف بها عسو وبسلام وكما كنعرفوا اخوتي بانه قاد المقاومه في الاطلس الكبير قسم التماكينه تنهزم في سنه 1933 اللي تقادت لي اخوتي المؤونه تقاد لي ايضا العتاد العسكري انا نقول هنا في الاطلس الكبير
إذا كما قلنا أخوتي بالنسبة للأطلس كبير عندي فيها عسو وبسلام استسلم في معركة بوغافر سنة 1933 وقلنا أخوتي في القبائل ديال الصحراء عندي الشيخ أزرق العينين أخوتي اللي مات في 1910 نورا أخوتي جال ابن ديالو أحمد الهيبة اللي تمكن أخوتي أنه يحرر المناطق الحراوية وبقى طالع حتى لمراكش وحرر في مراكش لكن اللي بقى طالع نحو الشمال أخوتي قام مع الجيش الفرنسي نظرا أخوتي للشح العتاد ديالو تطور العتاد الفرنسي انهزم أمام الفرنسيين سنة 1912 المعركة الشهيرة أخوتي وهي معركة سيدي بوعثمان إذا أخوتي هذه آخر مقاومة كانت عندنا إذا أخوتي كما قلنا في القبائل ديال الصحراء كان عندي هناك شيخ ماء العينين توفي أخوتي سنة 1910 أكمل بعده ابنه أحمد الهيبة حتى انهزم في معركة سيدي بوعثمان سنة 1912 قالت لي أخوتي آخر فقرة والفقرة الأخيرة أخوتي راها فقرة سهلة وهي فقرة ديال الاستغلال الاستعماري هذه فقرة أخوتي بسيطة وسهلة وفيها معلومات قلال ونختموا لا فيديو ديالنا على مولانا تختموا الدرس ديالنا مع اخر فقره عندنا في الدرس ديالنا كما قلنا وهي الاستغلال الاستعماري ترى اخوتي ساهله وصغيره غندوي فيها على الاستغلال الاستعماري اللي كنقسم ليا لجوج اخوتي كيف اخوتي الاستغلال الاداري وكيف الاستغلال الاقتصادي نبداو في الاول اخوتي بالاستغلال الاداري هذا اخوتي ساهل تم تحويل جميع الصلاحيات ديال السلطان تم تحويلهم الى الاقامه العامه الفرنسيه يعني السلطان ولا عنده فقط الدور ديال انه يبقى فقط يمضي ويوقع على الضائع اللي كتصدرهم الاقامه العامه بان اخوتي الاستغلال الاداري وهو تحويل جميع صلاحيات السلطان الى الاقامه العامه على مستوى اخوتي الاستغلال الاقتصادي فهو كمول جوج في اخوتي الاستغلال المالي والاستغلال الزراعي. المال اخوتي سهله اما الاستحواذ على الاموال ديال بعض المغاربه بالقوه اما على مستوى اخوتي الزراعه فراه المستعمر استحوذ على اجود الاراضي الزراعيه في المغرب بالقوه تاعي ودوك الملاك ديال دوك الاراضي حولوهم لعمال ضيعات ديال هذا المستعمر هذا كما قلنا اخوتي الاستغلال الاستعماري انقسم لجوج الاستغلال الاداري والاستغلال الاقتصادي الاداره اخوتي تحويل جميع صلاحيات السلطان الى الاقامه العامه اخوتي الاستغلال الاقتصادي كما قلنا فتا هو مقسم لجوج اخوتي الاستغلال المالي والاستغلال الزراعي الاستغلال المالي اخوتي الاستحواذ على الاموال ديال المغاربه اما اخوتي في الاستغلال الزراعي هو الاستحواذ على اجود الاراضي الزراعيه المغاربه وتحويل ملاك هذه الاراضي هذو الى عمال عند المستعمر اذا اخوتي كما قلت لكم الفقره الاخيره اللي هي الفقره ديال الاستغلال الاستعماري فقره سهله كالعاده اخوتي كتبوا ملخص ديالها ونختموا لا فيديو ديالنا على مولانا اخوتي ختموا لا فيديو ديالنا كما قلنا مع اخر ملخص اللي هو الفقره الرابعه وهي اشكال الاستغلال الاستعماري كما قسمنا اخوتي جوج انواع كاين هناك الاستغلال الاداري وكاين هناك الاستغلال الاقتصادي تبعوا اخوتي الملخص ديالها حتى هي اذا اخوتي كما قلنا بالنسبه لاخر فقره في الدرس ديالنا وهي الاستغلال الاستعماري اللي مقسم اخوتي جوج اخوتي الاستغلال الاداري وهي تحميل جميع صلاحيات السلطان واطر المخزن الى الاقامه العامه يبقى اخوتي عند السلطان دور واحد وهو انه يبقى فقط كيوقع على دوك الضهائر اللي كتصدرهم الاقامه العامه الاستغلال الثاني اخوتي هو الاستغلال الاقتصادي في اول حاجه انتزاع اموال المغاربه يا اخوتي في المال اما في الفلاحه اخوتي ولا في الزراعه تم الاستحواذ على اجود الاراضي الزراعيه وتحويل الملاك ديال هذه الاراضي هذو الى عمال عند المستعمر وهادشي اخوتي كاين عندنا بالنسبه للدرس ديالنا كما كيبان لكم اخوتي نظام الحمايه والاستغلال الاستعماري ديطاينا الدرس اخوتي مزيان كلمه بكلمه اخوتي وكاع الفقرات ديال الدرس ديالنا ديطيناهم مزيان لان هذا الدرس هذا من اكثر الدروس اللي في الموضوع المقالي يعني خص يكون عندي فيه معلومات بزاف نعمر الموضوع المقالي ديالي اخوتي نهار الامتحان كل فقره اخوتي ديطيناها اكثر من القياس حيت كلمه قلت لكم اخوتي اكثر درس كتحط في الموضوع المقالي وركز في الدرس اخوتي الفهامه اما الحفاظه راه كاين واحد المقطع صوتي في لا ديسكريبسيون تحت ديطيل الدرس كامل من الاول حتى الاخر غتلقاو ايضا اخوتي في لا ديسكريبسيون تحت تلقاو ملخص ديال هذه السبوره هذه كامله مع روابط ديال كاع الدروس ديال ماده الاجتماعيات من الاول ديال السنه اخوتي نختموا لا فيديو ديالنا مولانا اخوتي دابا الدرس ديالنا ديال نظام الحمايه بالمغرب والاستغلال الاستعماري دي طينا الدرس اخوتي كلمه بكلمه والمفاجاه ديال لا فيديو اخوتي كالعاده شاف لا فيديو ركز فقط على الفهم اما الحفاظه غتلقى في لا ديسكريبسيون تحت واحد المقطع صوتي بجوده عاليه غيخليك تحفظ الدرس ما مقطع صوتي غديرو في الاذن ديالك غادي تحفظ الدرس ما شاف لا فيديو اخوتي كنقول فقط ركز على الفهم هادشي علاش غنقول لك انك ضروري تعاود الفيديو مره اخرى انا عارف بلي الفيديو جا شويه طويل ولكن راه دي طيت معاك الدرس كلمه بكلمه علاش دي طيت اخوتي الدرس كلمه بكلمه لانه من اكثر الدروس اللي كتحطو في الموضوع المقالي يعني حاول تخلي لك بزاف ديال المعلومات اللي تعمر بهم الموضوع المقالي ديالك لكن هنا غتجي خدمتك انك تحاول تعاود الفيديو مره وجوج وثلاثه علاش لا هكا هاد المعلومات كاملين غتبقى عاقل عليهم ولو تغدرك الحفاظه نهار الامتحان الجاوي غتلقى الفهامه عندك في الراس بعد اخوتي كنحاول ديما نخلي الفيديوهات بجوده عاليه باش يسهل عليكم انكم تعاودوهم بزاف المرات يلا اخوتي كما سمعنا الدرس ما قبل الاخير في المقرر ملي كتسمع ما قبل الاخير في المقرر يعني صافي راه العام سهل العام سهل دابا راه وليتو كتشوفوا في الامتحان الجاوي ايام معدوده وهانتم عندكم الامتحان الجاوي ايام معدوده وهانتم في شهر 9 داخلين الثانيه بكالوريا ما بقيناش نقدروا نقولوا لكم اخوتي العام الجاي بقيتش نقدر نقول لكم اخوتي فين باغي تشوف راسك العام الجاي بلا نقول لك فين باغي تشوف راسك هذا العام هذا باغي انت تدخل الثانيه بكالوريا انا جايب مونسيون في الجهاوي راه غندخل موتيفي الثانيه بكالوريا ديجا عندي الجهاوي طالع الا كنوصيكم اخوتي في هذه الفتره الاخيره هي الفتره ديال الجهد هي الفتره ديال لاطاك هي الفتره ديال تحط الحر ديال الحر ديالك وتخدم ليل ونهار في هذه الفتره هذه تسمح في كل شيء النعاس الخريج الكره سد على راسي ونولي نعرف فقط الحفاظ انا تنحفظ وانا تنخدم وانا مصبر راسي بحاجه تخيل ديك الضحكه ديال والديا في اخر السنه والفرحه ديالهم كيعنقوني وتيقولوا ولدي جاب مزيان في الجهاوي
اليوم. تخيل ديك العائله اللي كتصوني امدرا شنو دار؟ رجب مونس. تخيل راسي انا داخل العام الجاي وانا داخل موتيفي الخدمه، عندي مونسيون في الجهوي يعني صافي في الثانيه بكالوريا غنولي نضرب على مونسيون. قد الجهوي بغيتي ولا كرهتي كتخليك تعرف راسك غتدخل العام الجاي. اغلب المدارس في الثانيه بكالوريا كيطلبوا لكم نقطه الجهوي ونقطه الوطن، هذه النقطه الجهوي راه غتبقى تابعه حتى العام الجاي ابار انها 25%. نقول لكم اخوتي على النفسي ديالكم كتدخلوا العام الجاي. ديما تنقول لكم اخوتي راه حاجه وحده اللي غتخليك تخدم لي نهار ديك الكلمه ديال علاش، علاش انت كتقاتل، علاش انت خدام. الا واحد عنده ديك علاش، علاش هو كيتقاتل، كاين اللي كيتقاتل كيشوف والدي باغي يفرحهم باغي ينقذهم باغي يدير شي حاجه في حياته ديالو باش يصوفي راسو ويصوفي خوتو ويصوفي عائلته. اللي كيتقاتل على راسه غير يكون فخور براسو، كاين اللي كيتقاتل حيت يقول مع راسو راه هذا الوقت راه دايز دايز، راه بريباريت ولا ما بريباريت، راه الوقت غيدوز غيدوز وغيحق عليا الجهاوي غيحق عليا الجهاوي، باغي من وسط النهار الجهاوي يلقى راسي مبازي مزيان. لكن ما قلت لكم اخوتي كل واحد عنده ديك الكلمه ديال علاش، علاش كيتقاتل. قلتها لك وعاود قلتها لك، الا ما غتقاتلش على ودك ولا على ودي غتلقى على وجه الضحكه ديال والديك في اخر السنه. راهم عوالين عليكم وتنقول لكم ديما انتم راكم مازالين اخوتي يلاه في السيزيام، راكم مازالين صغار، ما يجيش عندك يقول لك ولدي ها راني عوال عليك، راهم عوال علي. اي واحد فيكم هنا غنقول ليه والديك يقول لي يا اخي دري سحبت انا راه كلوتي نعطيها له، راه باغي منك لا كلوتك لا والو، وباغي انك تنجح في حياتك، باغي يفتخروا بالرساله ديالهم في الحياه وما يشوفوك انت تلميذ واصل. الرساله ديالهم في الحياه ولد فلانه داز، ولد فلانه خدم، علاش لا اخوتي تنقد راسك وتنقد والديك ان شاء الله. هادشي قاعد اختي بالنسبه لهذا الفيديو، الله يسهل عليكم يا ربي تفرحوا راسكم وتفرحوا والديكم ان شاء الله. ديك النقطه اللي نتوما كتحلموا بها، مرحبا بالتخالات ديالكم، الافكار ديالكم، التساؤلات ديالكم، لي عند الانستغرام ديالي اخوتي تلقاو تحت في لا ديسكريبسيون. الى عندك اي سؤال تواصل معايا تما كاينه راه غنجاوبك عليه. اخوتي كالعاده وككل سنه ملي كيقرب الامتحانات الجهوي كنبدا معكم تما كاينه لايفات ماراطونيه يوميا جوج سوايع ثلاث سوايع كنبريباريكم مزيان الامتحان الجهوي. معكم دريس.com. ما تنساش خليك ايجابي ومقاتل، مقاتل ما تخليش شي واحد يدير لك شي مدرسه ولا شي خدمه انت باغيها، مقاتل على الاحلام ديالك. بون كوراج اتس الشعار ديالنا اخوتي ككل سنه، كل شيء ياتي بالامل الا النجاح ياتي بالعمل. وتقاتل اخويا واختي والله ما تندم على هذا القتال ديالك، وراه مادام كملتي الفيديو حتى لهنا الا وراك باغي تقاتل وباغي توصل وباغي تفرح راسك وباغي تفرح والديك ان شاء الله سيدي ربي راه ما غيخيبك. تهلاو في راسكم اخوتي.